بالفعل مثل ما تابعنا البيان لشؤون الرئاسة بأن سيكون العزاء 3 أيام وتعطيل العمل 4 أيام حتى يوم الاثنين والاستئناف يوم الثلاثاء وتنكيس الإعلام 40 يوم. وكان أيضا واضح من خلال مواساة ونعي زعماء الخليج والعرب وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده بمواساتهم حقيقة لفقيد دولة الإمارات والعرب والمسلمين الشيخ خليفة بن زايد. وأيضا كان هناك أيضا مواساة من قبل الرئيس الأمريكي الذي أكد على أن دولة الإمارات فقدت صديقا وحليفا استراتيجيا هو الشيخ خليفة بن زايد. حقيقة يعني هناك أيضا مواساة من قبل الدول المنطقة بتنكيس الأعلام والحداد تتجاوز من 3 أيام إلى عدد من الأيام 40 يوم إلى تنكيس الأعلام في عدد من الدول الشقيقة والصديقة. أيضا نتابع حقيقة خلال هذه 3 أيام للعزاء بوصول عدد مثل ما أشرت من الرؤساء والقادة لتقديم واجب العزاء في فقيد دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.